أستاذ حسين الوائي اللي عاد إلينا مرة أخرى، الكاتب الصحفي من بروكسل. أستاذ حسين أهلا بك معنا من جديد. حضرتك كنت تتحدث عن الضرر الذي لحق بالشركات والقطاع العمالي في أوروبا بسبب أزمة كورونا. نعم، يعني هذه الأزمة يعني حقيقة تلقي بظلالها على قطاعات كثيرة، كما ذكرنا بأنه قطاع السياحة وقطاع شركات الطيران من أكثر تضرر حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك قطاع سيارات قطاعات أخرى حقيقة تتمثل في القوة الهامشية أو الثانوية للقطاعات الرئيسية في أوروبا تحديدا. يبدو لي بأنه الآن هناك انهيارات قد تكون متوالية لكن لا أحد يسلط الضوء عليها بشكل كبير، حتى هناك يعني تحالفات صناعية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مثل شركة فورد على سبيل المثال الآن تعاني كثيرا، وهي الآن موكلة إلى أن يكون هناك صناعة أخرى متنفذة. نعم طيب أستاذ حسين، حضرتك في بداية الحديث ونحن نتحدث عن هذه الخطة المقدمة كنا نتحدث أو كنت أتحدث عن أنه هذه الأزمة ربما يختلف فيها المزاج الأوروبي، بمعنى أنه هناك انقسام واضح تجاه الأزمة في الدول الأوروبية، ويبدو أنه هناك اتجاهات أيضا لمواجهة هذه الأزمة ذاتيا، يعني كل دولة تواجهها على حدة. هل لا تدرك الدول الأوروبية خطورة الأزمة حتى الآن، أو خطورة مسألة عدم الاتحاد في هذه الأزمة أو في مواجهة هذه الأزمة حتى الآن؟ لأنه في أزمات سياسية مثلا سابقة كان الاتحاد يعني أكثر اتحادا وتضامنا. صحيح، لكن جميع الأزمات التي مرت فيها أوروبا هي أزمات أوروبية يعني آخر بمعنى آخر التي غير قادرة الآن على أن تتصدى أو تتحدى مثل هذه الأزمة. هذه الأزمة خارج عن الإطار، أزمة خارجية وغير واهية من نفس الوقت، يعني معالجتها صعبة. فيبدو لي بأن الأزمات السياسية والاقتصادية السابقة هي كانت أزمات دعينا نسميها أزمات مادية بمعنى آخر من طلع البحر، لكن الآن هذه الأزمة أزمة خفية هي تلقي بظلالها وتضرب في الأسهم الأوروبية بدون وجود أي علاج. يبدو لي بأنه الآن هناك حلول قصيرة المدى وهناك طويلة المدى. هذا الفيروس يعني لديه يجب أن يكون له حلول اقتصادية وحتى حلول توافق سياسي، حلول طويلة. لهذا السبب الكل يتحدث الآن عن مستقبل الاتحاد الأوروبي، كيف سيكون شكل الاتحاد الأوروبي، لكن الأزمة هذه التي نمر بها هو حقيقة تحول ليس فقط أوروبي، هو تحول عالمي بمعنى نسميه بالسياسة متغير. يبدو لي بأن الأمر مختلف تماما، وأوروبا مقبلة على يعني لا أقول مشكلة كبيرة ولكن مقبلة على تعقيدات اقتصادية أكثر من أي وقت مضى. طيب، لكن المسألة هذه الخطة اللي نحن بصدد الحديث عنها بحضرتك نقلت لنا أو قلت لنا بأنه ما زالت في إطار النقاش وما زالت في إطار الموافقة من قبل باقي دول الاتحاد الأوروبي. نعم بكل تأكيد، وبالتالي هذا الأموال بحاجة أيضا إلى توقف داخل المجلس الأوروبي في هيكلية الاتحاد الأوروبي. الجمهورية الأوروبية عندما تطلق مبلغ بهذا الإطار يجب أن يكون هناك مصادقة عليه على الأقل تقدير من قبل الدول الأعضاء، وأن يكون هناك إجماع، وبالتالي يرفع الحكومة الأوروبية إلا إذا كان هناك صندوق طوارئ. هذا صندوق الطوارئ ينشأ من قبل الجمهورية الأوروبية وهو الجهاز التنفيذي الذي أو الجهاز الإداري التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، ويرفع إلى جميع دول الأعضاء ويوقع عليه وفوز الكل، وبعدها ينفذ بكيفية الآلية والتنفيذ. لكن المشكلة في هذا الموضوع أنه هذه 100 مليار يورو التي رفضتها المفوضية الأوروبية لا أحد يتحدث عن كيفية تمويلها، من يمول هذا؟ هناك إشكالية في الميزانية الأوروبية التي من المفترض أن تكون حتى عام 2027، واختلاف على الميزانية اختلاف على الأموال. الآن أضيفت 100 مليار ولكن لا أحد يتحدث كيف سيمول المبلغ. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات الأستاذ حسين الوائلي الكاتب الصحفي من بروكسل، شكرا جزيلا لك.